السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفيديو ده هنتعلم مع بعض طريقة الكتابة على الفيديو بالذكاء الاصطناعي، والفيديو ده هيبقى خاص لأصحاب الأندرويد. طبعا أصحاب الأندرويد للأسف مظلومين، لأن احنا نزلنا شرحين، شرح فيد وشرح كابشنز. التطبيقين دول تكتب عليهم بالذكاء الاصطناعي على الفيديو، لكن للأسف دول موجودين للآيفون بس. أما المرة دي هنتكلم الكتابة على الفيديو بالذكاء الاصطناعي خاص لأصحاب الأندرويد. يلا بينا كده نبدأ الشرح عشان ما اطولش عليك في مقدمة الفيديو. اهلا بكم من جديد. دلوقتي هنعرف بقى مع بعض الموقع اللي انا هقولك عليه ده. اكتب على جوجل الموقع ده اللي هو كليبشامب. هنكتب كده مع بعض كليبشامب. الموقع ده الرسمي والخاص بشركة مايكروسوفت. كل عليك بس بتضغط عندك على اول الرابط كده. طبعا كليبشامب هو خاص بمايكروسوفت. دلوقتي هنضغط على كلمة ساين ان، وبتسجل دخولك عن طريق جوجل او تسجل دخولك عن طريق حسابك على مايكروسوفت عادي جدا. طيب دلوقتي بعد ما تيجي تسجل دخول، زي ما انت شايف كده انا سجلت دخول بحساب مايكروسوفت. يا سلام لو انت معاك حساب مايكروسوفت خاص بالجامعة، عادي جدا تقدر تسجل بيه. بيديلك اللي هو الليمت المفتوح والبريميوم المفتوح. اما دلوقتي هنفتح كده مع بعض التطبيق وهو مجاني 100%، وتقدر من خلال الموقع انك تكتب على الفيديو عادي جدا وبدون اي ووتر ماركس في الفيديو. طيب دلوقتي كل عليا بس بروح عندي على كلمة create a new video، بتضغط عليها ضغطة كده علشان تبدأ تعمل أبلود للفيديو بتاعك. طبعا 99% من مستخدمين الكتابة على الفيديو بالذكاء الاصطناعي دول هم بيعملهم ريلز، يا بيعملهم شورتس على اليوتيوب. طب دلوقتي احنا مثلا هنعمل شورتس او هنعمل ريلز، كل اللي عليك بس بتروح هنا وبتضغط عندك على كلمة امبورت ميديا، وبعد كده بتختار اللي هو الفيديو المراد انك تعمله كتابة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال ان انا هختار معاكم الفيديو اللي قدامك ده، مجرد بس ما بتضغط عليه ضغطتين بيتعمل له ابلود زي ما انت شايف بالشكل ده كده. كل عليك بس بعد ما يجي يترفع بيقعد معاك ابلود، تقريبا بيقعد معاك 10 دقايق، لكن انا عملت الابلود علشان ما اطولش عليك في وقت الفيديو. كل اللي عليك بس بتروح عندك تاخد الفيديو كده وتقوم تضيفه تحت بالشكل ده كده. طيب دلوقتي بقى لما تيجي تروح تضغط عندك على الفيديو هتقدر تشغله من هنا زي ما انت شايف. انا هحاول كده اوقف الصوت شويه. هتلاقي الفيديو يشتغل معاك عادي جدا، مفيش اي فيه كتابه على الفيديو. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ الطريقة اللي انا هقولك عليها هيحول الفيديو الى نص مكتوب. طيب كل عليك بس بتضغط عندك على كلمة captions اللي موجودة فوق هنا، انا هحاول اعلمها لك. تمام، هتضغط عليها ضغطة كده، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة turn on auto captions، هتضغط عليها ضغطة، وبعد كده بتحدد اللغة. طبعا احنا نختار اللغة العربية، بس مش اي لغة عربية، اختار اللغة العربية مصر او اللغة العربية الاردن على حسب الدولة اللي انت فيها علشان البرنامج او الموقع يفهم انت بتقول ايه. خلي بالك من النقطة دي. كل عليا بس انا بنزل تحت كده وادور عندي على اللغة العربية او Arabic Egypt زي ما انت شايف بالشكل ده كده. طبعا عشان اللهجة المصرية بيبقى باللهجة العامية مش باللغة العربية الفصحى، لكن انت تقدر تستخدم اللغة العربية سواء انت كنت في الارجنتين او في جنوب افريقيا، السعودية، اي حاجة. طيب دلوقتي هتضغط بس على كلمة Transcribe هنا ميديا. تمام، بتستنى بقى شوية كده بيعمل upload معاك للفيديو علشان بيحول لك النص او بيحول لك الفيديو لكتابة بتظهر معاك في وسط الفيديو، زي ما كان بيحصل في موقع او تطبيق كابشنز او تطبيق فيد اللي احنا شرحناهم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. زي ما انت شايف كده هو على طول عمل لي الكتابة هنا زي ما انت شايف، هيبقى بالشكل ده كده. لو في اي غلطة وحسيت ان في كلام متلخبط مفيش مشاكل، تقدر تعدل عادي جدا. يعني مثلا كلمة ازاي دي ممكن اقدر اعدل على الكلمة نفسها وخليها مثلا بالشكل ده كده، يعني مثلا ازاي. تمام، هيبقى بالشكل ده كده وفعلا اتعدلت. طيب تعال بينا كده نعرف بقى ازاي نقدر نعدل على الخط بتاعنا عادي جدا. هتروح عندك على تضغط على الكلمة دي مثلا، انا ممكن اخلي الخط باللون الاحمر على سبيل المثال، او بخليه باللون الابيض، ممكن اخلي الخلفية باللون البنفسجي زي ما كانت بيظهر في تطبيق كابشنز. طيب دلوقتي لما تيجي بقى تشغل الفيديو عادي جدا زي ما انت شايف كده، هنا بيكتب لك كل الكلام اللي انت قلته في الفيديو. طيب وكده بالفعل بيحول الصوت الى كتابة. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل اكسبورت او نعمل ريندر للفيديو ده، خلاص مش عايزين اي حاجة تانية وكتبنا وظبطنا كل الكلام ومفيش اي مشاكل في التكست او الكابشنز اللي هو كاتبه لي دلوقتي. طيب كل عليا بس بضغط عندي على كلمة اكسبورت هنا، طبعا بتضغط عليها ضغطه، وبقول لك عندك هنا بجوده ال HD، ودي اعلى حاجه معاك ودي احسن حاجه تقدر تستخدمها دلوقتي.
لو انت عاوز تنزل 4K طبعا ده بيبقى مدفوع وتقريبا بيبقى حجم الفيديو اكبر، فملهاش لازمه خالص انك تنزلها 4K لان الريلز بيحتاج الفيديوهات اللي هي HD بس. طيب دلوقتي عندنا هنا بيحمل معاك او بيعمل رندر للفيديو، طبعا الفيديو هنا بيسرع اكتر وبعد كده بيوصل هنا معاك ل100% وبشكل تلقائي تقدر تفتح الفيديو زي ما انت شايف كده. وكده احنا حولنا الصوت لنص مكتوب على الفيديو عندنا بالذكاء الاصطناعي. الفيديو ده ممكن تستخدمه للاندرويد، يعني انت لو معاك تليفون اندرويد تقدر تدخل على جوجل دلوقتي من على المتصفح بتاعك وتستخدم الموقع اللي هو كليبشامب، واسيب لك رابط الموقع موجود في التعليقات او موجود في الوصف. تقدر تدخل عليه دلوقتي وتسجل وبعد كده تقدر تستخدم الموقع او تستخدم الفيديو عادي جدا، هيبقى مفيد ليك ومفيد للمحتوى اللي انت بتقدمه وبالتالي تقدر تستغله في زيادة نسبة المشاهدات عندك في الريلز الخاص بالانستجرام او الفيسبوك او شورتس على اليوتيوب. الكتابة على الفيديو بالذكاء الاصطناعي دي اذكى وافضل طريقة استخدموها صناع المحتوى علشان يجذبوا المشاهد للفيديو. انت حتى كمان لما تيجي تشوف فيديو او ريلز موجود على الانستجرام وبيكون في اللي هو الكتابة دي، انت بتفضل تعيد وتزيد في الفيديو في فرجة الفيديو وتفضل تقرأ الكلام. كذلك برضو ان 99% من مشاهدين صناع المحتوى بيحبهم النوع من الفيديوهات دي. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، سلام.